موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد نتابعها مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا نهى. شكرا. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أهلا بحضراتكم مجددا. أوصى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل دور العناقيد الصناعية المتخصصة في صناعة وإنتاج الأجهزة الذكية، وذلك من خلال صياغة برنامج مصري لتصنيع إلكترونيات طويل الأمد. جاء ذلك في الورقة البحثية التي نشرها المركز ضمن سلسلة شبابنا يدعم قرارنا. تهدف الورقة البحثية إلى صياغة برنامج عمل لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2035، وذلك في ضوء التجارب الدولية الرائدة. وتعد الورقة البحثية نتاج رؤى وأفكار خلاقة من شباب الباحثين لدعم متخذ القرار، وتعمل على تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 8033 مليار و645 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 16,620 نقطة، وأغلق عند 12,600 نقطة، متراجعا بنسبة 18%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2,406 نقاط، وأغلق عند 2,411 نقطة، مرتفعا بنسبة 21%. أيضا عن مؤشر إي جي إكس 100، فقد فتح عند مستوى 3,503 نقاط، وأغلق عند 3,517 نقطة، مرتفعا بنسبة 4%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما عن اليورو، فقد سجل للشراء 25 جنيها و28 قرشا للشراء و25 جنيها و37 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني، فقد وصل سعر الشراء 29 جنيها و22 قرشا للبيع، أما البيع فقد وصل إلى 29 جنيها و32 قرشا. أما عن العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي، فقد سجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. وتوقع مسؤولون أمريكيون أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى وجود اتجاه داخل مجموعة السبع لتعديل المستوى بضع مرات في السنة وليس شهريا. في السياق، أفاد مسؤول أوروبي أن المجموعة تبحث سقف سعر الخام الروسية عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل. هذا ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في 5 ديسمبر المقبل، في إطار العقوبات التي تفرض على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وتهدف الخطوة لتقليل عائدة النفط لمنع استخدامها في تمويل العمليات العسكرية الروسية، مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار. كما أنه من المقرر في هذا الإطار أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في 5 فبراير المقبل.
في أسواق المال الخليجية سجلت معظم أسواق الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط تقلبات في سعر النفط، بينما أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات، وارتفع المؤشر القطري 6.1%، وفي أبو ظبي تقدم المؤشر 1.3%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 1.1%. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إرهام الديب ونهى توفيق، إليكم. شكرا شروق.